الله ميز الشعب في العهد القديم حتى يكونوا شهادة للأمم وحتى يكونوا نور للأمم، لكنهم تقوقعوا حول أنفسهم للأسف، بدل ما أن يكونوا شهادة ونور انحصروا على أنفسهم وما وصلوا هذه البشارة. لكن غرض الله أن هذه الرسالة تصل لجميع الأمم ولكل الشعوب، لأن الله يحب الجميع، وخلاص الله هو للجميع، وخطة الله للفداء هو لجميع الناس. لهذا السبب اللي خلت وحفزت بولس الرسول أنه يتعب ويسافر من مكان إلى مكان ويحارب البدع والسحر والعبادات الوثنية والهياكل الوثنية حتى يوصل رسالة المسيح.